صباح الخير عليكم. وهذا الصباح هذا صبحت على تقلاع كما كتشوف، قلعت كل شيء، رديته لواحد الجنب باش ان شاء الله الحداد راه غادي يجي باش نديرو الحديد في هذوك البلايص اللي خفاف كما كتشوفوا معايا هنايا. ما يمكنش غنديرو عليهم الخشب ويبقى الخشب تيلعب، خاص ضروري يكون زيادة ديال الحديد باش نشدو داكشي مزيان ويولي الحيط شاد راسو. هادشي ما درناش في الاول لان كنا مستعجلين باش نجي نسكنو هنا، داكشي علاش كما كتشوفوا وقفنا. اللي مهم هو الاساس، راه شاده الارض في مزيان. الناس بالنسبه للناس اللي باقي كيتسائلوا واش هادشي صحيح ولا غير محطوط فوق الارض، لا راه شاد في الارض مزيان، دايرين له بودرات داخلين في الارض ودايرين داك واحد الكادراج بهاد التوب هذا، لان كنا درناه وعمرنا عليه بالحجر الصحيح والكياس وعاد تفنينا عليه، يعني راه شاده مزيان الحمد لله. الارض راه شاده مزيان في يعني في الارض، غير هو كما قلت لكم عوض ما نقصو، حتى كون قصنا حتى يكونوا فلوس كاملين باش نسدو هذا الشيء كامل عاد نجيو ليه، كون رحنا كاع مازال ما جينا. لحقاش هذا الشيء كيبغي الفلوس وكيبغي يعني الفينيسيون كاملها عاد نجيو. داكشي حنا راكم عرفتوا الظروف ديالنا وعرفتوا الظروف ديالي انا الصحيه، ضروري انني نبعد على الصداع لانه وصلت واحد المرحله صافي، يعني بقى لي غير نمشي للسبيطار ديال الاعصاب. داكشي علاش فضلنا دابا بالصيف، الصيف الفايت بدينا كما قلت لكم وبدينا كنزيدو حاجه بحاجه. بالنسبه لهاد الحائط راه ضروري هنا كما كتشوف كنوريكم مورا هاد الليفي، كل شيء غادي نديرو له الحديد، كل شيء غادي يتزاد له الحديد هذا ديال التوب كاري صحيح. ما خديناش الضعيف لان الضعيف راه رخيص طبعا، ما عرفتش كدير يمكن لبرا 12 ريال اللي كان ليا الحداد، هادي كدير شي 100 وشي حاجه، المهم الدوبل يمكن ديالها. صحيح وشاد مزيان. بالنسبه للكادراج دبر راكم عارفين درناه ديال 7 سنتيم، تيقولوا له ديال 70 ديال، المهم 7 سنتيم في السمك ديالو. هنا كما كتشوفوا الحداد بدا كيعبر العبارات، شديت معاه المهم الحساب كنقيد له باش يشوف كل بلاصه شحال بغا يدير فيها. ومهم انا كنقول له البلايص اللي مهمين عندي بزاف خصو يكون فيهم الحديد بزاف، والبلايص اللي ما عليهمش بزاف بحال دابا مورا داك الليفي زدنا فيه الحديد ولكن زدناه غير بالطول، اما هادو زدناهم بالعرض باش حيت نديروا الخشبه ونفيسيوها وتشد مزيان في الحيط، راه ما يكونش عندنا يعني واحد الفراغ ديال انكم تكاو على الحيط ويمشي بيكم، لا صافي درنا حديد نيت صحيح، لان هذا الشيء خصو باش حيت يتفينا يجي داكشي مزيان وصحيح. هنايا كما كتشوفوا كياخد العبارات باش غادي يدير الحديدات، قلت له في كل فراغ يدير جوج حديدات. وبالنسبه لهذوك اللي غادي ندير فيهم بلاصه البلاكارات، ضربت حساب فين غيتعلقوا باش حيت نبغوا نعلقوهم ما نلقاوش غير الخشب، نلقاو الحديد عاد الخشب. المهم هذا الشيء اللي كاين. المهم انتم تتبعوا معايا، راه ما كنعرفش نشرح بزاف بزاف لان باين الحديد راه ناقص في هاد الزنق. حنا صراحه تلاحينا باش نديروا هذا الشيء لان قهرتنا الحراره، هاد الكوزينه كتكون سخونه بزاف في النهار وفي الليل كتولي بارده بزاف، لانكم عارفين الزنك الفوق راه كاين غير داك التويل البلاستيك وفي الحائط راه كاين غير الزنك. بالنسبه للبيت اللي درنا له العزل راه طبعا مزيان، هذاك راه مخير، كيكون العكس يعني بارد شويه في النهار وفي الليل راه كيكون دافي، هنايا لا. داكشي علاش نضنا بغينا هذا، ولكن هذه المرحله حنا حيدناها دابا. انا علاش كنقول لكم هذا الشيء؟ لان لقيت الا جينا نفني والكوزينه من الداخل دابا وحنا باقي عندنا جهه الشراج متي يدخل لنا الشتا راه غادي تكرفص كل شيء، داكشي علاش قلنا هذه المرحله نحيدوها نديروا الحديد. الحداد ما حدو ما عندوش شي خدمه، حقاش فاش كيكون عنده خدمه اخرى وداك الشيء كنخليه يخدم خدمته، فاش كيكون عنده الوقيته خاويه كيجي لهنا باش يخدم لنا. بالنسبه للحداد كنتمنى الناس اللي كياخذوا النمره ديالو الا بغيتو تعيطوا له عيطوا له على حساب الخدمه ديالو، هو راه ماشي سمسار، لان بزاف ديال الناس قال لي راه تيعيطوا لي بزاف وكيسولوني واش كاين حداكم شي ارض، هو راه ما ساكنش هنايا، هو راه من بن سليمان كيجي غير يخدم لنا هنايا. بالنسبه للارض راه كنت شرحت لكم، وللاسف البعض كيسمع غير الارض ب 6 مليون كيقطع الفيديو وكيمشي يعيط.
راه الارض راه مشتريه دابا راه عام وزياده. يعني انا قلت لكم تقريبا شريناها في الاخر ديال شهر 6 ديال العام الفايت، والارض راه غير اوكازيون، يعني ماشي كاينين اراضي هنايا بزاف، راه كاينين تساؤلات، كاين اللي كيسولني وكنجاوبو، ماشي مشكل انا تسولوني ماشي مشكل، رانا نجاوبكم. لكن بالنسبه للسيد هو راه حاطه مرتو على ود الخدمه، وكيجي الازعاج ديال بغينا ارض تما حدا ديك السيده اللي شرات، فهاد الشيء شويه راه كيزعجو صراحه. راه كنحشم انا فاش كيقولها ليا، كيقول لي راه كيعيطوا ليا الناس بزاف، هو ومول بيبينير. حتى مول بيبينير هو راه في جهه السخيرات، وهاد السيد راه في بن سليمان، وحنايا راه في واحد البلاصه بعيده عليهم بجوج، يعني هما راه ما عارفينش الاراضي. بالنسبه للاراضي راه هنايا قلت لكم في هاد النواحي ديالنا، هاد الارض فقط اللي قلت لكم الجيران ديالنا اللي حدانا من هاد الجهه وهاد الجهه ديال الارض وديال واحد جوج ثلاثه الخوت، هما ما ساكنينش هنا، الارض ما كيستغلوهاش، داكشي علاش باعوها. اما الباقي الناس ساكنين في ديورهم وفي اراضيهم وكيزرعوهم وعايشين فيهم. يعني كون كانت شي حاجه انا ما عنديش مشكل نقولها لكم ونقول لكم راه موجودين الاراضي. لكن بالنسبه لهذه اوكازيون ربي سهل فيها، الله يسهل على كل واحد. غير هو كنتمنى انكم تشوفوا النمره ديال السمسار اللي حطيت لكم، هو مكلف باش يوريكم الاراضي، هو هذه هي خدمته. حنا عندنا خلاص داك الرعب من السمسار، غير كنقولوا السمسار غادي يشلهبني غايدير لي غايفعل لي، ماشي بالضروره. داك السيد راه درويش كما كنا عرفناه، راه مشى ورانا بزاف د الاراضي ويلا غير دورنا معاه، غير من عندنا حنا هو ما طلب لنا والو. داكشي علاش شوفوا حتى نتوما السيد اللي مكلف بالاراضي وخلي عليكم هذا الحداد، والسيد الاخر ديال بيبينير راهم ما عندهم علاقه بالاراضي. هذا هو اللي كاين، سمحوا لي لان بعض الناس راه كيوليو مزعجين الناس اللي انا حاطه نماريهم. المهم هنا كما كتشوفوا جبنا داك الديسك ديال الرخام، قطعنا به مش عارف ديال الرخام ولا ديال الحجر، المهم قطعنا به هاد الحاشيه ديال هاد لاطيراس، لان جات عوجه وخصني الا جيت نعاود نفينيها غادي تزيد تكبر اللي هي، وانا ما بغيتش الجهه اللي غادي تغطي لي النباتات وكل شيء. المهم رانا فضلت نقطعوها وتجي مقاده. هاد الشيء غادي تشوفوا ان شاء الله، لان غادي ندوزو باش نديرو النباتات في بلايصهم. وخا راه الجو كان فيه الريح بزاف كما كتشوفوا، العجاجه اول مره نشوف عجاجه هنايا صراحه لان بن سليمان ما معروفش عليه العجاجه. قالت لي اختي راه حتى في وسط المدينه راه كل شيء سبحان الله تبدل الجو. ما عليش ماشي مشكل، داكشي راه غادي يدوز ان شاء الله بحول الله. هو كان شويه ديال الخوف، تخلعت انا صراحه لان واحد الريح كنحس بديك البيرغولا ديك اللي حدا اللي فيها الثوب كتحرك بزاف وخلعتني، لكن الدار الحمد لله راه هي شاده في بلاصتها. هذا هو اللي كاين الحمد لله. على كل حال حنا غاديين دقه دقه وانتم غاديين معنا، وان شاء الله غادي ندوزو باش تشوفوا المراحل الاخرين اللي غادي نديرو باش نفينيو هذا الشيء باش يجي مزيان ان شاء الله ويجي صحيح اكثر واكثر. تهلاو لي فراسكم ونتلاقاو في الفيديو المقبل. السلام عليكم.